41% من موظفات مجموعة الـ20 هم من السيدات، و 31% من المناصب القيادية لسيدات، وهي ليست أي مناصب قيادية، هي مناصب قيادية محورية لأي منشأة، الإدارة القانونية وإدارة الفعاليات والمؤتمرات العالمية، وإدارتي أنا اللي تمكن مجموعات التواصل اللي يمثلون بليونز من الناس في العالم. هذا بالنسبة للحكومات. الطرف الآخر هم مجموعات التواصل. مجموعات التواصل أيضا لاحظنا في هناك تمكين في أعمالهم. مجموعة المرأة قامت بالعديد من ورش العمل على مستوى المملكة للحصول على مرئياتهم، وأيضا مع نظرائهم في الدول الأخرى. مجموعة الأعمال أنشأت مجلس لتمكين سيدات الأعمال، مشاركات القطاع الأعمال في برنامج التحالف لرفع نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص، والسياسات الكثيرة اللي طرحوها أكثر من مجموعة العمال أيضا، في الحقيقة شيء مشرف ليس فقط على الصعيد المحلي لأن مجموعات التواصل تقود هذا الأعمال، ولكن أيضا على مستوى العالم.